لكم تاني. رجعنا لكم بعد ما رحنا مكان من أجمل الأماكن، بعد ما شفنا أطفال من أطهر الأطفال، أطفال يتامى وأيضا من ذوي الاحتياجات الخاصة. على قد ما يعني كانت الزيارة فيها ألم داخلي، على قد ما كان فيها سعادة إن احنا قدرنا إن احنا نساعدهم، يعني لمجرد نروح نطبطب عليهم. وأظن هي دي الرسالة اللي أنت كنت عايز توصلها. مظبوط ولا إيه؟ مظبوط. وبص، وربنا جزيك كل خير يا عمر علي. انت انطباعك ايه عن زيارتك لهذه الدار واطفال يعني من ذوي احتياجات الخاصه؟ انا بحب اسميهم كده، ظروفهم مظبوط ادت الى ان هم وكمان يتامى. انت ما قلتليش اللي انت اخترت المكان ده صحيح. شفت برضو يعني، شوف الاولاد يعني في الاخر هو ملوش ذنب في اللي هو فيه، هو ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى. ويمكن ربنا جعلك وجعلني سبب، وربنا يجعل اي حد مقتدر او معاه فلوس او تبرع او برضو ده سبب. اليتم وحش قوي يا عمرو، يعني اللي بيفتقد حد، يعني انا مش عايز اتكلم في هذا الموضوع لان عارف ان كنت قريب جدا من الاستاذ ممدوح، بس في الاخر يعني اللي بيفتقد اب او اللي بيفتقد ام حياته كلها بتفتقد السند وبتفتقد الامان والظهر. انا اسف والله يا عم، انا اسف، لكن يعني كفايه ان احنا نمسح دمع الطفل او ان احنا نخش له مش حاجه. كفاية ان احنا نخش لطفل طب اشرب ماء عشان خلاص. لا والله انا خلاص، بق واحد صدقني، بق واحد. انا اسف. لا حبيبي، خلاص اتفضل. يعني في الاخر هو يتيم، ملوش اب ملوش ام ملوش سند، ف بتخش عليه كفاية الضحكة كفاية الفرحة. وبعدين الدار الله يجازي كل البنات اللي هناك والستات، الأمهات البديلة شفت الست البنت اللي بتقول لك أنا مأجلة جوازي 10 سنين لحد ما الطفل، أنا آسف مش متذكر اسمه، لحد ما يتجوز. أيوة صحيح. دي ثوابها فوق عامل إزاي. ربنا من خلال برنامج يجازيكي كل الخير اللي في الدنيا ويدهولك، وهيقعد لها في كل حاجة حلوة بتعملها.